أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية ونستهلها بالعناوين. توتر مستمر على الحدود السورية التركية، وبان كي مون يحذر من عواقب الأزمة السورية على دول الجوار. حماس والجهاد تطلقان وابلا من الصواريخ على إسرائيل غداة غارة جوية على غزة. تشافيز رئيسا لفنزويلا لولاية ثالثة، واحتفالات تعم العاصمة كاراكاس. نستهل النشرة بأخبار الشرق الأوسط. سيطر الجيش السوري على منطقتي قدسية والهامة في ريف دمشق، وأعلنهما منطقتين آمنتين، وتمكن من طرد الجماعات المسلحة بحسب مصدر عسكري. بعد أشهر من المعارك العنيفة في ريف دمشق بين القوات السورية ومسلحي المعارضة، تمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على منطقتي قدسية والهامة، وذلك بعد ملاحقة فلول المجموعات المسلحة. وبحسب المصادر الحكومية السورية، فقد تمكنت قواتها من تطهير منطقتي قدسية والهامة والقضاء على عدد كبير منهم وتكبيدهم خسائر فادحة في مناطق مختلفة. وقدر أحد العسكريين عدد القتلى في صفوف المسلحين بنحو 1000. كم قتلى من المسلحين؟ يعني شيء 1000 تقريبا. ومع إعلان المنطقتين آمنتين، بدأ السكان العودة إلى منازلهم بعد أشهر من مغادرتها تحت وطأة العنف، بعد أن تسللت المجموعات المسلحة إلى المنطقة وعاثت فيها خرابا ودمارا بحسب الأهالي. ومستودعي قد حرق كليا، ولكن كله فدا البلد وفدا الوضع. عاد المهم نخلص من الكفر الإرهابيين إن شاء الله. من شهرين ونص من أول الأزمة، بالشهر السابع وقت بلشت الأزمة الإرهابيين بلشوا على إثي يجوا. أول مرة أعود، أول مرة بوجود الجيش العربي السوري. وعثرت الجهات المختصة على عشرات العبوات الناسفة المعدة للتفجير وكميات من مادة السفور في أحد المنازل بحي العيون في منطقة الهامة بحسب وكالة الأنباء السورية. وذكر مصدر عسكري لسانا أنه تم العثور داخل المنزل الذي حولته المجموعات المسلحة إلى معمل لتصنيع العبوات الناسفة على 25 عبوة معدة للتفجير و100 كيلوغرام من مادة السفور الشديدة للانفجار. قتل 17 من جنود الأمن المركزي المصري، وأصيب 48 آخرون بحادث سير في صحراء سيناء. وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان أن سيارة تابعة لقوات الأمن المركزي انقلبت على طريق النقب أمام العلامة الحدودية المجاورة للحدود المصرية الإسرائيلية، ما أدى إلى مقتل 17 وإصابة 48 آخرين من جنود الأمن المركزي. وتعرف المنطقة التي وقع فيها الحادث بأنها أكثر المناطق الجبلية في صحراء سيناء وعورة بالنظر إلى وجود صخور حادة ومدقات جبلية. دعت منظمة هيومان رايتس ووتش ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة إلى إبطال أحكام السجن الصادرة بحق أطباء وأعضاء في الكادر الطبي في البحرين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها المملكة العام الماضي. وقالت المنظمة في بيان أنه يتوجب على ملك البحرين أن يأمر بالإفراج عن الأطباء والأفراد العاملين في القطاع الطبي الذين تم سجنهم في الثاني من الشهر الحالي في أعقاب عدم قيام محكمة الاستئناف بإبطال الإدانات التي صدرت بحقهم من قبل محكمة عسكرية خاصة في عام 2011. أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس أنها قصفت بالاشتراك مع سرايا القدس الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي جنوب إسرائيل بعدد من الصواريخ، سقط أكثر من 20 منها داخل أراضي الدولة العبرية بحسب الشرطة الإسرائيلية، وذلك ردا على غارة إسرائيلية على جنوب قطاع غزة.
اشتعلت فجأة الجبهة بين قطاع غزة وإسرائيل، فبعد فترة من التهدئة غير المعلنة رسميا شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة مساء الاثنين استهدفت فلسطينيين على دراجة نارية في حي البرازيل في مدينة رفح في جنوب القطاع، ما أسفر عن إصابة 11 فلسطينيا من بينهم أطفال. من هنا كانت الشرارة الأولى، كتائب القسام الجناح العسكري بالاشتراك مع سرايا القدس الجناح المسلح للجهاد الإسلامي ردت بقصف جنوب إسرائيل بعدد من الصواريخ. المتحدث باسم الجيش الاحتلال برر الغارة بإعلانه أنها استهدفت ناشطين من الجهاد العالمي هما طلعت الدربي وعضو مجلس شورى المجاهدين في بيت المقدس وعبد الله مكاوي. واتهم المتحدث الدربي بالتخطيط لتنفيذ عملية عسكرية وصفها بالمعقدة في سيناء خلال الفترة المقبلة، واعتبر جيش الاحتلال أنه نفذ عملية نوعية حيث أثنى على جهود الاستخبارات العسكرية والمعلومات الدقيقة التي حصلت عليها والتي مكنته من القيام بالعملية. وقالت الكتائب في بيان إنه ردا على إصابة المدنيين في الغارة الأخيرة على رفح، كتائب القسام وسرايا القدس تقصفان مواقع إسرائيلية بعدد من القذائف الصاروخية. وأكدت الشرطة الإسرائيلية سقوط 22 صاروخا فلسطينيا على جنوب إسرائيل اقتصرت أضرارها على الماديات. سقوط الصواريخ استدعى بطبيعة الحال ردا إسرائيليا عنيفا، حيث أسفر قصف مدفعي في شرق خان يونس جنوب القطاع عن إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلة بجروح. وقال مصدر طبي فلسطيني أن 3 مواطنين أصيبوا بجروح متوسطة. وأضاف المصدر أن قصفا مماثلا تجاه بلدة القرارة أسفر عن إصابة ناشط من سرايا القدس الذراع المسلح لحركة الجهاد الإسلامي. وعلى الأثر أطلقت الفصائل الفلسطينية موجة جديدة من الصواريخ على مستوطنات النقب قدرتها إسرائيل بنحو 40 قذيفة، كما تبدو الأمور مرشحة لمزيد من التصعيد، خصوصا وأن المزاعم الإسرائيلية تقول إن الغارة استهدفت خلية تخطط لتنفيذ عملية عسكرية وصفتها بالمعقدة خارج الحدود. بدأ رئيس الوزراء العراقي نور المالكي زيارته الرسمية الأولى إلى موسكو منذ آخر زيارة له في أذار مارس عام 2009، وقال رئيس الوزراء أن هذه الزيارة تهدف إلى إحياء العلاقات مع روسيا الاتحادية وتطويرها في المجالات الاقتصادية والتجارية والعسكرية، وأشار إلى أن هذه الزيارة تهدف أيضا إلى بحث المسألة السورية، مشددا على موقف العراق الداعي إلى إيجاد حل سياسي للأزمة السورية ومعارضته لإنتاج أسلوب العنف والتسلح لحل الأزمة. وتابع أن العراق لم يتدخل في سوريا لا لصالح النظام ولا لصالح المعارضة المسلحة. ننتقل الآن إلى أخبار العالم. أعلن مسؤول أفغاني إن مسؤولين يعملان في وكالة الاستخبارات الأفغانية قتلا إثر انفجار سيارة بالقرب من مكتبهما في جنوب أفغانستان. وقال المتحدث باسم إقليم هلمند إن القنبلة التي كانت موضوعة في سيارة انفجرت بالقرب من مكتب إدارة الأمن الوطني في مدينة لاشكرجاه عاصمة إقليم هلمند، حيث لقى مسؤولان من الاستخبارات حتفهما، وأضاف أن 14 مدنيا بينهم سيدة وأطفال وضابط استخبارات أصيبوا في الانفجار. حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من الوضع البالغ الخطورة على الحدود السورية التركية وتداعيات الأزمة السورية على لبنان، داعيا في الوقت نفسه المانحين إلى مزيد من السخاء في مساعدة اللاجئين. وقال بان كي مون في خطاب ألقاه خلال افتتاح أول منتدى عالمي للديمقراطية ينظم في مجلس أوروبا في ستراسبورغ أن تصعيد النزاع على الحدود السورية التركية وتداعيات الأزمة على لبنان أمران بالغا الخطورة، وتابع أن الوضع في سوريا تفاقم بشكل مأساوي ويطرح مشاكل خطيرة بالنسبة لاستقرار جيران سوريا وكل المنطقة، وبعد أن عبر عن قلقه الشديد إزاء التدفق المستمر للأسلحة إلى الحكومة السورية وكذلك إلى القوات المعارضة، دعا كل الأطراف إلى وقف استخدام العنف والتوجه نحو حل سياسي، معتبرا أنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.
هاجم وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ الأمم المتحدة على ما اعتبره فشلها الخطير في وقف الحرب في سوريا، ونسبت صحيفة فاينانشال تايمز إلى هيغ قوله في كلمة أمام المؤتمر السنوي لحزب المحافظين إن الأمم المتحدة فشلت في حماية الأسر في سوريا وزيادة الضغط على إيران لمنعها من تقديم الدعم للنظام السوري. واتهم وزير الخارجية البريطاني إيران بممارسة ما وصفه بالخداع بشأن برنامجها النووي وانتهاك قرارات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن بلاده يمكن أن تزيد العقوبات عليها. فاز الرئيس الاشتراكي الفنزويلي هوغو تشافيز بفارق مريح في انتخابات الرئاسة التي جرت الأحد، مبددا أفضل فرص للمعارضة لإسقاطه بعد 14 عاما في السلطة، ومعززا نفسه كشخصية مهيمنة في التاريخ الحديث لأمريكا اللاتينية. وقاد تشافيز أنصاره في احتفال من شرفة قصر الرئاسة، وذلك بعد أشهر فقط من علاجه من السرطان، وسيؤدي فوزه بست سنوات جديدة إلى تمديد حكمه لفنزويلا إلى 20 عاما، مما يعطيه فرصة لتعميق نظامه الاشتراكي الذي تموله عائدة النفط. تمكن هيوغو شافيز الذي فاز بولاية ثالثة من ست سنوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد في فنزويلا من فرض نفسه في موقع رجل البلاد القوي منذ انتخابه في المرة الأولى عام 99، رغم أنه يثير الجدل في بلاده وخارجها بثورته الاشتراكية وأسلوبه المسرف في الحلوية والإسهاب. وقد فاز شافيز المظلي السابق الذي أضعفته اليوم العلاجات الطبية إثر إصابته بالسرطان بكل الانتخابات التي خاضها رغم اتهام معارضيه له بالتسلط، وانتخب ب 54% من الأصوات مقابل 44% لمرشح المعارضة إنريكي كابريالي سرادونسكي بحسب النتائج، وهي ثالث مرة ينتخب فيها رئيساً. ويضمن له فوزه الانتخابي إذا ما سمحت له صحته بذلك أن يستمر في ممارسة الحكم حتى عام 2019 على أقل تقدير في بلد يملك أكبر احتياطي نفطي في العالم، ليواصل مشروعه القاضي بإقامة اشتراكية القرن 21. وبنى هيوغو شافيز شعبيته على عدة برامج اجتماعية في الصحة والتربية، حتى أصبح الناس الأكثر فقرا يشعرون بامتنان لا حدود له ويكررون أنه أعاد لهم كرامتهم رغم تضخم كبير. في المقابل يأخذ عليه منتقدوه أنه يفرض حدورا طاغيا ويسخر موارد الدولة في خدمة قضية واحدة وهي بقاؤه في السلطة. وشافيز الذي لا يرحم خصومه ويتمتع بكاريزما قوية، ويمكنه أن يمزج في خطاب واحد أغنيات شاعرية وشتائم وثقافة واسعة، طور أسلوبا في الحكم غير تقليدي يستند فيه إلى حدسه وما تعلمه من تدريبه العسكري. وبعد محاولة الانقلاب التي تعرض إليها عام 2002، قرر الرئيس أن العالم ينقسم إلى فئتين، أصدقاء وخصوم، واصفا معارضيه بأنهم خونة وبلا وطن. لكن ينظر إليه خارج فنزويلا على أنه نموذج وممول لعدة زعماء يساريين في المنطقة، وهو من أشد أنصار وحدة أمريكا اللاتينية، وقد أقام هيئات للتكامل الإقليمي وتحالفات استراتيجية مع روسيا والصين وإيران، ويدعم قادة مثل الرئيس الإيراني محمود أحمد دين جاد والرئيس السوري بشار الأسد. نقل عن مسؤول عسكري إيراني قوله إن اختراق طائرة بلا طيار أجواء إسرائيل في مطلع الأسبوع يكشف ضعف الدفاعات الجوية الإسرائيلية. ونقلت وكالة فارس للأنباء عن جمال الدين نائب منسق الحرس الثوري الإيراني قوله إن الواقعة تثبت أن نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي المعروف باسم القبة الحديدية لا يعمل ويحتاج إلى قدرات ضرورية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو أسقط طائرة دون طيار يوم السبت بعد أن عبرت إلى جنوب إسرائيل، إلا أنه لم يتضح بعد من أين جاءت الطائرة في الأثناء حذر رئيس الشعبة اللوجستية التابعة للجيش الإسرائيلي من أن الحرب المقبلة أيا كانت ستلحق الأضرار الجسيمة بالقواعد العسكرية وكذلك بالجبهة الداخلية جراء تعرضها للضربات الصاروخية المعادية بحسب الإذاعة الإسرائيلية العامة. وقال المسؤول العسكري إن قيادات الجيش تتابع مجريات التطورات الإقليمية وخصوصا في سوريا، وتجدد بالتالي تعليماتها.
وأكد أن مخازن الأسلحة والذخيرة والعتاد العسكري ممتلئة بالكامل استعدادا لأي طارئ. ننتقل الآن إلى الأخبار الاقتصادية. تراجع الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى في شهر مقابل الدولار المرتفع على نطاق واسع يوم الاثنين، متأثرا بالمخاوف بشأن النمو العالمي، ما أثر سلبا على العملات التي تعتبر عالية المخاطر، إضافة إلى بواعث قلق إزاء ضعف توقعات النمو البريطاني. وهبط الاسترليني إلى 1.6 دولار، مسجلا أدنى سعر له منذ 11 سبتمبر أيلول. وقال متعاملون إن طلب صناديق تحوط على شراء اليورو مقابل الاسترليني ساهم في انخفاض العملة مع تفعيل أوامر بيع لوقف الخسائر عند أقل من 1.6 دولار. ومن المنتظر أن يؤكد وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن يوم الاثنين خططا لخفض الإنفاق الاجتماعي مع احتمال تمديد برنامج التقشف المالي، ومن شأن هذا أن يضغط على بنك إنجلترا المركزي لتيسير السياسة النقدية في وقت مبكر قد يكون الشهر القادم. صرح مدير تنفيذي بصندوق النقد الدولي لصحيفة هولندية بأنه ينبغي على الدول الأوروبية دراسة إعادة هيكلة ديون اليونان. ونقلت الصحيفة عن مينوس نيل قوله في مقابلة نشرت يوم الاثنين: ستكون مساهمة الحكومات محل مناقشة بكل تأكيد. وتبرز تصريحاته خلافا رئيسيا بين الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي الثلاثي الذي يقرض اليونان بشأن كيفية حل أزمة الديون. وقال مسؤولون أوروبيون لرويترز في أواخر الشهر الماضي إن الصندوق يضغط على الدول الأوروبية لإعادة هيكل الديون أثينا، وهو احتمال مزعج لزعماء يرون أن فكرة تكبد حكوماتهم خسائر بسبب الديون غير مقبولة سياسيا، وتفضل أوروبا منح مزيد من الوقت لليونان كي يعود برنامجها المالي لمساره الطبيعي. ننتقل الآن إلى أخبار الرياضة. وصفت مباراة قمة الأحد في دوري الدرجة الأولى الأسباني بين برشلونة وريال مدريد بأنها المعركة الفاصلة بين ميسي وكريستيانو رونالدو على نيل جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم. وبعد أن سجل كل منهما هدفين خلال اللقاء الذي انتهى بالتعادل بنتيجة 2-2، شعر معسكر كل طرف بأنه الفائز في هذه المواجهة. وسجل ميسي لاعب برشلونة هدفا من مسافة قريبة وآخر من ركلة حرة على بعد مسافة 30 مترا، بينما سجل رونالدو هدفيه من لمستين سحريتين داخل المنطقة. وقدم اللاعبان مجددا عرضا خلب عقول 100,000 متفرج احتشدوا في ملعب نو كامب في مباراة ينظر إليها على أنها الأبرز في مواجهات على مستوى الأندية قاطبة. أقام فلسطينيون أطلق سراحهم من السجون الإسرائيلية مباراة على غرار مباراة برشلونة وريال مدريد يوم الأحد، احتجاجا على وجود الأسير الإسرائيلي السابق جلعاد شليط في المباراة الحقيقية. وأقيمت المباراة في غزة بين فريقين يضم كل منهما 5 لاعبين أغلبهم ممن أفرجت عنهم إسرائيل، وكان شليط قد وقع أسيرا في أيدي مسلحين من غزة خلال غارة عبر الحدود عام 2006، واحتجز ما يزيد على 5 سنوات إلى أن أطلق سراحه في أكتوبر تشرين الأول الماضي. ودعا المحتجون الذين ارتدوا قمصان الفريقين الأسبانيين نادي برشلونة المضيف للمباراة بعدم السماح لشليط بحضورها، وهم يعتقدون أن شليط سيحضر المباراة بدعوة من النادي المضيف برغم أن برشلونة نفى ذلك. أما الآن ننتقل إلى أخبار الفن والثقافة.
احتفلت روسيا بعيد ميلاد رئيسها فلاديمير بوتين 60 في أجواء تملق تعيد إلى الأذهان أساليب العصر السوفيتي، إذ قام أنصاره يوم الأحد برفع صورته فوق قمة الجبل، في حين صوره محتجون ساخرون كرجل عجوز يشرف على التقاعد. وتقوم حركة الحرس الشبان الموالية للحزب الحاكم ببسط لافتة على جسر في جنوب روسيا يرمز إلى توحيد بوتين الأجزاء الآسيوية والأوروبية في البلد مترامي الأطراف. تنظم احتفالات أخرى في أرجاء البلاد تركز على صورة الرجل القوي، في حين يقول معارضو بوتين إنه فاز بولاية ثالثة بتزوير الانتخابات في مارس آذار، وسخروا من الاحتفالات بعيد ميلاده بوصفها تبجيل للفرد. وكان من أبرز مظاهر الاحتفال رفع مجموعة من متسلقي الجبال المشاهير صورة لبوتين على ارتفاع 4150 متر فوق واحدة من أعلى القمم الروسية في شمال القوقاز. تشارك باحثان من بريطانيا واليابان في جائزة نوبل للطب لعام 2012 لعملهما في مجال الخلايا الجذعية. وأوضحت مؤسسة نوبل في بيان أن جائزة نوبل للطب كانت من نصيب البريطاني جون بي جوردون والياباني شينيا لاكتشافاتهما بأن الخلايا البالغة يمكن أن تعاد برمجتها لتصبح متعددة القدرات. يشار إلى أن جوردون من مواليد العام 33 وهو حاليا يعمل في معهد جوردون بكامبريدج في المملكة المتحدة. أما شينيا فهو من مواليد العام 62 وبروفيسور بجامعة كيوتو في اليابان. في نهاية النشرة تذكير بأبرز العناوين. توتر مستمر على الحدود السورية التركية، وبان كي مون يحذر من عواقب الأزمة السورية على دول الجوار. حماس والجهاد تطلقان وابلا من الصواريخ على إسرائيل غداة غارة جوية على قطاع غزة. تشافيز رئيسا لفنزويلا لولاية ثالثة، واحتفالات تعم العاصمة كاراكاس. أشكر لكم طيب متابعتكم مشاهدينا الكرام. لمزيد من المعلومات يرجى الاطلاع على موقعنا levant.tv. إلى اللقاء.